موبايل النهارده شرحنا على جهاز ريدمي 9 تي وبوكو ام 3 ازاي نحل العيب اللي موجود عليهم ونخلي الجهاز ما يفصلش منك باور تاني ولا يقف منك ولا يعمل زي الجهاز ده دلوقتي. الجهاز ده انا حاطه على الشحن ما بينطقش ولا بيعمل اي حاجه. احنا بنسميه في الصيانه عندنا الموت الصغير، يعني الموبايل مات ما بيقومش ما بيعملش اي حاجه. هنحل المشكله دي النهارده مع بعض. يلا نتابع الشرح، وقبل ما نتابع الشرح ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا. واول حاجه هنبدا بيها نبدا نفتح الموبايل، هنشيل الشاحن خالص وهنبدا نفتح الموبايل بتاعنا. اول حاجه فتحه الموبايل سهله جدا، هو كليبسات هتيجي عند درج الخط هنا وهتبدا تزقها بره كده شويه وهتبدا تشيل درج الخط. اول ما بيتفتح معانا الظهر ما تشيلهوش لورا، خلي بالك انا بفتح الموبايل وانا ماسك الظهر ما بخليهوش يبعد عن الجهاز، عشان في فلاتة عندنا مهمة جدا اهي قدامك اهي. الفلاتة دي بتخص زرار الباور والمشغل للجهاز. اول حاجة هفتح المسامير بتاعتي. لمجرد ان انا قدرت اشيل المسامير قدرت اوصل للبوردة الداخلية، اشيل طبعا البطارية، وتاني حاجة فلاتة الشاشة. هبدأ اطلع البوردة من مكانها. كده خرجت البوردة من مكانها، هبدأ اشيل الانتنة بتاعت الشبكة. دي شكل البوردة اهي. الجزء الوحيد اللي انا عايزك تشتغل فيه في الموبايل كله الجزء ده، عايزين نشيل الصاجة دي، صاجة الحماية دي من مكانها، او نرجع نشغل التليفون من اول تاني. هنشغل الهود بتاعنا. يا ريت انت وخارج بالصاجة دي تشدها لفوق مرة واحدة عشان تحتيها اي سيهات، ما تحصلش تلف لاي سي معين او مشكلة لاي اي سي من الاي سيهات. ما تخليش ايدك تتحرك يمين او شمال كده. ونفس الكلام هوريها لك في موبايل بوكو ام 3. نفس الصاجه دي بالظبط هتشيلها من المكان ده وهتبدا ترجع الموبايل تقفله من اول وجديد. احنا مش هنعمل اي حاجه في المكان ده تاني، خلاص احنا شلنا الجزء الصغير اللي احنا كنا محتاجين نشيله من هنا لشغل الموبايل من اول وجديد. وهنشوف الموبايل هيدينا ايه. هنبدا نرجع الموبايل في مكانه، فلات الشاشة والبطارية. أول حاجة احنا لازم نجربها الشحن، أهم حاجة أنا بالنسبة لي تجربة الشحن. اشتغل معايا شحن الموبايل اشتغل تاني، ما اشتغلش معايا شحن لسه في مشكلة في الموبايل والموبايل مش هيقوم. الموبايل كده اشتغل معايا طبيعي جدا من غير أي مشكلة، الموبايل نفسه مشحون زي ما أنت شايف أهو، في قدرة الشحن اللي تخليه يشتغل 5 ساعات على بعضها 44%. ونبدأ نشغل الموبايل باور من الأول وجديد. الموبايل ما كانش محتاج يتشحن، الموبايل كان في الموت الصغير، شلنا ساقة الحماية اللي موجودة على الأيسيهات وقدر الموبايل يشتغل من أول وجديد تاني. نفس الكلام هنعمله في موبايل ام 3. الموبايل زي ما انت شايف قدامك، هنبدأ نشيل نفس الصاجة بالظبط اللي هي قدامك دي، ونفس الكلام هنمسك الصاجة ونطلع بيها. اهم حاجة ما تأذيش اي مكون من المكونات اللي موجودة قدامك. انت قدرت توصل للحل، الحل سهل وبسيط جدا، هي حتة صغيرة هتشيلها من الموبايل، دي صاجة ولا تعني الموبايل بأي شيء موجودة داخل الجزء ده. الموبايل اشتغل طبيعي جدا من غير اي مشكلة. شكرا جميع المشاهدين، كان معكم نادر.